أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس لجنة الأولمبية البحرينية، أكد أن مدينة الشباب 2030 كانت متوافقة مع استراتيجية المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وأنها تمكنت في النسخة السابعة من تنفيذ العديد من البرامج الاحترافية المتميزة والمبنية على الطرق العلمية الحديثة في تعليم الشباب وتدريبهم بناء على دراسة احتياجات واقع سوق العمل البحريني وما يتضمنه من ضرورة تمكين الشباب من اكسابه لكافة المهارات التي يحتاجها والتي تؤهله للدخول في سوق العمل بكل قوة، منوها سموه لأن المجلس الأعلى للشباب والرياضة سيحرص على دعم واستمرارية المدينة في السنوات المقبلة لإيمان المجلس العميق بأهمية المشروع ونتائجه الإيجابية على مسيرة الحركة الشبابية في المملكة وتأهيل الشباب ليكونوا نماذج فاعلة في عملية التنمية التي تشهدها المملكة في ظل العهد الزاهر. جاء ذلك خلال رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة للحفل الختامي لمدينة الشباب 2030 والتي نظمتها وزارة شؤون الشباب والرياضة بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي تمكين، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين في المملكة. وبين سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة إلى أن النجاح الكبير الذي رافق فعاليات مدينة الشباب منذ انطلاقتها ووصولا إلى النسخة السابعة يعود إلى الواقعية التي كانت تعيشها المدينة في تحديد رسالتها ورؤيتها وأهدافها عبر تلك السنوات، إضافة إلى اتباعها للدراسات التي تحدد بشكل دقيق احتياجات سوق العمل في البحرين. وحث الشباب على المشاركة في تلك البرامج التي تؤهلهم للدخول في هذا السوق الكبير والمليء بالتحديات وتقديم مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة. وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن مخرجات مدينة الشباب لهذا العام ستكون متدربة بصورة صحيحة واحترافية، ونؤمن إيمانا قويا بأن تلك المخرجات قادرة على الدخول في سوق العمل من خلال توافق مراكز المدينة مع احتياجات الشباب ومطالباتهم في التدريب، مؤكدا أن مدينة الشباب ستفتح أفاقا أرحب أمام الشباب للمشاركة في بناء حاضر ومستقبل مملكة البحرين نحو المزيد من التطور والنماء. موجها سموه الدعوة إلى الشباب الذين شاركوا في مدينة الشباب في نسخة السابعة والنسخ الماضية إلى تنفيذ ما تعلموه في المدينة والبدء باتخاذ خطوات جريئة وواقعية تمكنهم من الدخول في سوق العمل عبر مشاريع يؤمنون بها سوف تكون الأفضل لهم. وقد أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن تقديره إلى وزارة شؤون الشباب والرياضة على تنفيذها لهذا البرنامج المتميز الذي يحمل في طياته أهدافا نبيلة تجاه الشباب البحريني، كما ثمن سموه الجهود المخلصة التي بذلها القائمون على المدينة والشباب المتطوعين الذين ساهموا في نجاحها، مشيدا سموه بدعم تمكين المدينة والذي يؤكد حرصها على دعم الشباب البحريني وتهيئتهم للدخول في سوق العمل بكل قوة. بعدها قام سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بتكريم صندوق العمل تمكين باعتباره الشريك الاستراتيجي للمدينة، كما كرم سموه الجهات المتعاونة، ثم قام سموه بتكريم الطلبة المتميزين من كل مركز في المدينة، كما تسلم سموه هدية تذكارية من قبل سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة تقديرا من دعم ورعاية سموه. ثم قام سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة والحضور بجولة في معرض مدينة الشباب 2030 والذي تضمن مشاريع الطلبة. وفي تصريح له بمناسبة ختام مدينة الشباب أعرب سعادة السيد هشام بن محمد الجودر عن شكره وتقديره إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على رعايته واهتمامه الواضح بفعاليات مدينة الشباب 2030، الأمر الذي يؤكد اهتمامه الكبير بتطوير مهارات وقدرة الشباب البحريني وتهيئته لاستلام زمام المبادرة في عملية التنمية في مملكة البحرين. بدوره أشاد الدكتور إبراهيم محمد جناحي الرئيس التنفيذي للتمكين بنجاح هذه المبادرة التي تأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية المستمرة بين التمكين ووزارة شؤون الشباب والرياضة للسنة السابعة.
اليوم احنا نتشرف بتنظيم هذا الحفل العظيم والرائع اللي الاول من نوعه في العالم تقريبا، اللي نظم مشروع لتمكين الشباب وتأهيلهم لتجربة كل أعمال الحياة والأعمال المستقبلية لتثبيت إرادتهم ومحبتهم للشغلة. لأن اليوم اللي أكثر من أن هي الواحد عنده وظيفة هو أنه يحب هذه الوظيفة، فإحنا اليوم نخلقهم الفرص أنه هما يجربون ويشوفون وين ميولهم أكثر، وعقبه إن شاء الله يبنون عاد قدراتهم عليها. فالحمد لله على كل حال هذه سابع سنة لنا، وكل عام نكبر وكل عام نتطور وكل عام يزيد عدد المشاركين معانا وتزيد جديتهم ويزيد عملهم وابداعهم، فيصير التكريم صعب لنا لان ما نعرف من نكرم صراحه، لان مستواهم صار عالي جدا ولله الحمد، منها ان شاء الله للاعلى.